بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم
وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وإن الله بكم لرؤوف رحيم وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم
يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد بينا
لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد. وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا
توفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم.